من آلة الناي وحتى آلة اللير، ميخايلو تافيتشوك يصنع الموسيقى في قلب منطقة الهوتسول التاريخية الشعبية غرب أوكرانيا. قدم صانع الآلات الموسيقية الشعبية الأوكرانية عروضه في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا. شاركنا حافظ الموسيقى الشعبية التاريخية بعض أسرارها لنسمع ولنرى. يستطيع ميخايلو أن يصنع هذا الناي في يوم واحد ويقطعه من خشب الخمان أو البندق. لقد صنع أولى آلاته الموسيقية في سن السادسة. يعجبني كل شيء في هذا العمل. أصنع الآلات بذوق وأشعر بمتعة كبيرة. لدي الرغبة لفعل ذلك حتى الآن، رغم أن عمري ليس بالقليل. ما زلت أحب صنع جميع الآلات الممكنة. الترومبيت، الناي، اللير، الكمان والسنتور، جميع هذه الآلات يصنعها الحرفي بواسطة الأدوات التي يصنعها بنفسه في ورشة الحدادة. يدهش الجميع إذ يقولون: لا يجب على الموسيقي أن يقوم بالجهد البدني الشاق الذي أقوم به، لأنه لا يتوافق مع الموسيقى. واندهش الجميع من عزفي بهذه الطريقة في الأعراس. بقي ميخايلو في قريته الأم الأمينة الوحيدة على أسرار صنع الآلات الموسيقية، وهو يعرف كل شيء بدءا من تفاصيل الصنع الدقيقة وصولا إلى تاريخ الآلات. هذا لير عجلي يصنع هيكله من خشب الحور، لم يعزف عليه في الأعراس، ولكن عزف عليه المكفوفون ليحصلوا لقمة العيش. زار العازف البالغ سن 80 بلداناً كثيرة. عزف قبل 10 سنوات في المهرجانات بمدينة نيويورك، كما قدم عزفه في جامعة ألمانيا وبولندا، وينقل الآن مهاراته لأولاده وأحفاده.